احنا عندنا دورة تدريبية تضم أعضاء النقل الموجودين في مؤسسة جنوب آسيا، بنتكلم على نظام ضيف ل 1439 وما عمل هو نظام ضيف. نظام ضيف يعتبر منصة إلكترونية ضخمة جدا تقوم بأعمال النقل الترددي والرد والردين للحجاج الموجودين. عملية تكامل الردود من بداية انطلاق الحافلة حتى وصولها للرد وإغراقها، ومن ثم تجميع جميع الردود وإقفالها وإرسالها للنقابة.